مثل ما خبرناكم أنا وإلي مشاهدينا، لقائنا الأول رح يكون مع ديما اسطنبولي، مدربة في الحياة. أهلا وسهلا فيك ديما. بونجور. صباح الخير ديما. اليوم الموضوع كتير حلو، الموضوع قديش أحلامنا وتحقيق أهدافنا مرتبطة مباشرة بالإيمان. كتير بيقولوا لنا نعملوا manifestation، نعملوا visualization، كل شيء ايشن بنعمل، يعني اشعوا الأشياء الحلوة وعلى أساسها الأمور بتتحقق. هل يا ترى هيدا الموضوع ينطبق على الصحة، على حياتنا ببلد معين، على وظيفة مجبورين نشتغل فيها كرمال المصاري، وقد ما نعمل مانيفستيشن يمكن ما تتغير؟ حكينا شوي من هيدا المنطلق. الموضوع بينطبق على كل شيء، بس قبل بدي اقول له هاي للبابا اللي هلا عم يسمعني من المستشفى. بدنا نقول له اكيد رح يقوم بابا بالسلامة. رح كون قوية مثله، رح كون قوية مثله. واليوم عن جد بدي I want to dedicate it، لأنه يمكن كل شيء أنا بحكيه أكيد مأخوذ من أمي وبي والطريقة اللي تربينا فيها. ما في شك ديما، اليوم ما في شك، خليني أقول أنه أكيد نحن نتوارث باي دي ان اي، مثل ما منورت أشياء تروما، منورت أشياء كتير حلوة بتبقى، وبنشتغل يمكن على الخصال المش حلوة اللي فينا. بدنا نقول له أكيد رح يقوم بالسلامة، وأكيد رح نكون عم نقول له حمد الله على السلامة من بعد هالعمل الجراحي. هيك ربنا ينور الأطباء، وكمان يكون هالعمل الجراحي دايما للخير. وهيك اليوم بنساعده هو وكل حدا مريض اليوم ببيته وعم بحس بهيدي البريشر، لانه بتعرفي يمكن وقتها كوفيد اجى كل العالم صارت تقول هيلث از ويلث، صار العالم تفكر انه لا يمكن ما بدنا مصاري بقى، بدنا نكون اكيدين عن صحتنا بقى. اليوم اذا بنطبق هيدا الموضوع اللي عم نحكي عنه، اللي هو كيف فينا نحن نحقق امنياتنا ونعيش بسلام شو ما كان نوع التحدي اللي نحن عم نقطع فيه من خلال حتى نعمل اكزرسايز ديما، مش بس نحكي. يعني اليوم عندي انا وجع معين، عندي عمليه معينه، شو اللي بدي اقول له لدماغي وفعله بالايمان اذا بدك، انه شوف حالي، شوف حالي انا واعي، انا منيح، عائلتي موجوده. اعطينا اكزرسيسات اليوم. اوكي رح اعطيك اكزامبل انا وياك. من ورا هديك الجمعه، انا هديك الجمعه ما طلعت على الهواء إيه؟ لانه قطعت بست ايام عندي وجع ظهر منه طبيعي. صح. اوكي؟ وحده من القصص اللي فينا نعملها نفكر اول شغله اللي عم نقطع فيه يمكن قاطت براتيز، فينا نقول، وانا بالكيس اللي انا كنت فيه اوقات بنقطع بستريس، يمكن البابا بالمستشفى، شغلي مش كثير عم يمشي، افكاري جديده يمكن مش كل العالم عم تتقبلها، بتصيري بدون ما تحسي شوي بتروحي عن living the moment، بتبطلي عايشه بهذا الوضع. سو اول شيء بدنا نكون اول ما نمرض او اول ما نحس بهيدا الشعور، انا على طول الاكزرسيس تبعي وقف واقول اف شو عملت شيء، وين راح تفكيري بهيدي الفتره؟ لانه تنقدر نعيش بسلام مع هيدي الفتره اللي نكون عم نقطع فيها، ما فينا نعيش الا ما يكون عندنا نوع من الوعي واحد، الايمان انه اوكي خلص انا انوجدت بهيدي السيتويشن، كيف فيني اطلب من الله، ما بقول يشفيني لانه هون بصير فيها شويه مثل تحدي، لانه انت عم تقول الله شفيني، بس بنفس الوقت في كثير قصص مع الايمان لازم تكون ماشيه. انا شو كنت عم بعمل كل يوم؟ انا شو القصص اللي بعملها؟ انا كيف عم فكر؟ اوقات بنكون عندنا حقد وبيكون عندنا قصص مش حلوه من جوا ونكون عم نطلب الشفاء. انا هون على طول بقول لله، هون هيك بنطبق الايمان، بنقول انه امسك لي ايدي وفرجيني الطريق وخليني اعيش بسلام بهالفتره تتقطع. بس نحن دائما بنطلب منه انه فلتكن مشيئتك، يعني نحن بنقول له انت بالنتيجه. اكيد نحن بنحب نضلنا على قيد الحياه، بنحب نكون اصحاء، بس انه انت حتدبر الامور. يعني هيدي اللعبة بين الإيمان المطلق وبين أنا الحياة عن جد شيء متعب، يعني بالأمور الكبيرة المصرية، مش إنه مثلا لقطت فلو أوكي لأن كنت حاسة بالذنب تجاه مدري مين قمت لقطت، مش هون، أعمق يعني الموضوع. صح، وهون بنكون عم في نوع من التعلق، إنه
قد ما نكون إيماننا قوي ونقول لتكن مشيئتك، بس الإنسان بطبيعته بيوصل لهيدا الخوف. بس أنا بدي أعطي هاي التكنيك للعالم اللي عم يسمعونا اليوم، إنه تذكروا إنه الخوف، حكينا عنه كذا مرة وأنا بيكي بنحب كتير هيدا الموضوع، إنه الخوف رح يودي للكورتيزول يعلى، ولما الكورتيزول يعلى أنا الإيمينيتي تبعي عم بتروح، عم بتصير زيرو لأنه بدها إنرجي، وأنا الإنرجي تبعي رايحة على الخوف وشو بده يصير. So, أول شغلة بدي انتبه لها إنه أنا ليه الإيمان، ليه على طول بنقول الإيمان بيعمل عجيب؟ لأنه ساينتفكلي بيعلي لنا، بيوطي الكورتيزول، بيعلي الدوبامين، وبيخلي الإيمينيتي تبعنا تصير قوية، وبيصير يخلينا نصح أو نحس بالسلام نحن وعم نقطع بخلال هيدي المحنة. اوكي، خليني اقول الايمان هو المانيفستيشن، هو الشيء الفيجوال يلي انا فيني اقشعه. يعني وقت يكون عندي ايمان فيني ارسم هالصوره انه انا حصير منيح، صح؟ فيني اعتبر صح. الايمان هو هيدا، الايمان هو التول، هو التول اللي انا بحطها بايدي، اعتبري هو البراش. أوكي؟ اوكي، انا عارفه انه انا عندي القوه ان استعمل، عندي القوة اللي الله خلق فيني تأستعملها تحقق الأهداف، تصح، تتعامل منيح مع الشخص اللي قدامي. أوكي؟ بس الفيجواليزيشن هي الصورة اللي براسه لهيدا الارتست اللي لازم تكون كتير فيفيد. يعني ما معقول البانتر، ما معقول البانتر يرسم رسمة هيك بحمل الوحدة وبحمل البراش وبصير بكب، لا. رح يكون مفكر فيها، عايشها بكل تفاصيلها، والسنة اللي بياخد البراش بتجي قوة الإيمان إنه أنا بدي أرسم هيدي الصورة بحياتي. طيب بس ديما أوقات يعني حتى نحن اللي كتير يمكن عنا المام بهدول المواضيع اللي انت عم تحكي فيها بنوقع بالخطا، يعني انه بتضلك تقولي بلا انا شايفه حالي بهيدا البوست وما بتشوفي حالك نهائيا، شو اللي بيخليك ما تحققي هيدا الشيء اللي انت راسمتي؟ او يمكن يطول كثير، ها يعني يمكن كثير يطول لتحقق. صح، في اول شيء عندك البروجرام، كيف انت البيئة اللي تربيت فيها والبيئة اللي انت موجودة فيها اليوم، like a social conformity. يعني ما بعرف بالعربي، ما رح ضيع وقت تترجمها، بس نحن الانفيرونمون اللي بنكون بقلبه، مثل اليوم نحن كيف كنا عم نقطع بلبنان وكيف كل شيء كان عم بيصير. اذا كل واحد منا قد ما اكون انا بوزيتيف واجا حوالي الديسك عم بسمعه كل الوقت نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، بلا ما احس السبكونشس اللاوعي تبعي بيديرني. وهون خليني احكي قصه كثير مهضومه صارت معي بلبنان شيء 4 سنين لما كنت بهيدا عم جرب اختبي. كنت مع صاحبتي طالعه بالسياره ورايحين بطريق بتربط اي ثينك درعون مع ثاني جهه مع جعيطة، والطريق كثير كثير مقفي. اوكي، بس انا كل يوم بعوز طلعت فيني صاحبتي قالت لي لك يا ديما هيدي الطريق بتخوف، وانا جوزي قايل لي ما روح عليه. قلت لها انا لك يا عمي ما كل يوم انا بروح لها، صارت هي عم بتقول لي انه بصير فيها هيك وبصير فيها هيك وبصير فيها هيك. انا واعيه انه ما ممكن يصير العالم عم يعمل بس بس نزلوا الفايلات، يعني هيدا الخرب كيف بتخلي بعد 10 دقائق بلانش اجري، انا دماغي واعي انه انا ماني خايفه، قلبي اجري ما عادت قادره احمل حالي، عم بحكي شيء بس جسمي عم يعمل شيء ثاني. هيدا اللي بدك تفسري لي يا ديما. يعني انا جماعه الماضي انت ما طليتي، انا ما كنت عارفه شو بكي، بس قلت على الهوا ان شاء الله ما تكون ديما تعبانه لدرجه جسمها عمل شات داون. وانا صار فيي نفس الشيء بالويك اند وانقهرت لانه عرفت ليه صار فيي هيك، صرت اقول طب ما نحن واعيين اناف، بس شو اللي بيخلي هيدا الشخص يخرق هيدا البروجرام وعن جد يخليك تكوني صرتي صحيا منك منيحه؟ لانه نحن منا كمبيوتر، ونحن على طول في عنا مارجن تنعود حالنا. يمكن هيك انا بخدها، يمكن بعرف انه شاغل كثير على حالي وبعرف اني انا واعيه على اللي عم بيصير، بس انا ما في شيء اسمه كمال، في شيء اسمه الثريشولد تبعي. يمكن انا بتحمل، يمكن حدا ما عنده هيدي المعلومات بيتحمل 50%،
انا بتحمل 99% او 98%. سو اذا انا خليت حالي وما انتبهت لانه في كتير قصص بتساهم انه نحن نفوت بهيدا التانل. بس شو الحلو قبل، اذا بتساليني من 4 سنين كانت تاخذ معي لما اوقع او لما احس بهيدي المرضى او اللي عم بيصير معي، تاخذ معي جمعتين ثلاثه لارجع احمل حالي وامشي. هلا اول شيء الايمان، وعن جد بابا وكل حدا عم يسمعني اليوم سلموها لالله. الثانية قد ما نكون نحن ضعاف، الثانية اللي منسلمها لالله ومنقول له بتعرف شو؟ هيدا السؤال اللي على طول بقوله، إذا بكره ما كان، إذا ما قدرت وصلت لبكره، وكلنا عندنا البوسيبيليتي إنه ما نوعى بكره، شو أنا كيف كان بدي أوصل وأحكي مع الله؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له أنا زعلانة؟ بدي أقول له أنا ضيعت وقتي لأنه كنت خايفة إنه أوصل لعندك؟ سو هون قوة دبرنا يمكن، ما نعوز نحكي وقتها، صح؟ حيكون هو مدبرنا يعني. صح بتدق ليك بتجيك القوة، وعن جد هيدا اللي صار فيني وما حدا بيصدق بظرف هيدي المومنت اللي وعيت مظبوط انه انا اف ليه عم بعمل هيك. غمضت عيوني، حطيت الفيجواليزيشن تبعي انا وين بدي اكون، انا كيف بدي اكون. صار لي يومين وقفت اخذ الدواء، هلا ايه بيجي وجع، بس خلص بدي اكون انه انا في عندي القوة اني احمل حالي وامشي. اوكي، بس اوقات واحد ما له جلاده يعمل هالقد افورت فبيضطر ياخذ حبتين دواء. لا انا اخذت الجمعه حقوق دواء. لا ما فهمت، عم بحكي لك واقعيه يعني اليوم كنت حاطه وقتها بتنزل دمعه من العين، هي وقتها النفس عبالها ترتاح، وقتها بينزل النارين يعني بنسخن، هو وقتها الجسم عباله يرتاح، يعني هيئته هيك بترجم حاله جسمنا. صح، هي ما ليك مثل ما رجع على نفس الحديث، نحن مانا كمبيوتر، نحن انسان وكل واحد عنده رياكسيون معينه، ولازم not to judge، يعني ما نقعد نقول اه ليك يا حرام انا هيك عملت بحالي وهيدا مش مقبول، انا شو بدي. بالعكس، نحن كلنا اليوم على طريق، الحياه هي طريق ما بنعرف ايمتى بتخلص، بهالنهار اللي عندنا اياه زياده بحياتنا ناخذه ونستفيد ونشوف كيف بدنا نكون اقوى، مش للعالم شو بيقولوا عنا، للقائنا مع الله يكون لقاء كثير احلى، ويكون لقاء عم اقول له لله بتعرف شو؟ انا جربت اعمل قد ما فيني حتى اول شيء اعمل حياتي احلى، وعلى طول عن جد تعيشوا حياه حلوه، على طول فكروا كيف فيكم تفيدوا حدا ثاني، لانه هيدي بتجيب لكم سعاده كثير اقوى من القصص البيرسونال. على كل حال هيدا كل يوم واحد لازم يعيش بهيدول الافكار، بس اليوم ديما ان كان والدك او الى جانب والدك بنفس الغرفه، او يلي عم يحضرونا موجودين ببيوتهم عندهم عمليه عندهم مشكله صحيه، قد ايه كمان مهم نحط الأسوأ ببالنا خاصه نحن بالبلد يعني، وقديش مهم نعبي هيك بالروح الايجابيه اذا بدك بالانكونديشنال لاف او الحب المتناهي الاطباء والجراحين، ونطلب من ربنا انه ينور لهم عقلاتهم يكونوا عم يعني يتموا شغلهم لما ننقل لهم كمان نحن نيجاتيف فايبس. صح، في جمله بالانجلش وات يو فوكس اون جروز سترونجر، يعني انتم اليوم اذا عم تفكروا بالخوف عم تزيدوا الخوف، وهون تعال نحكي شوي على السريع على الانرجي. نحن عندنا انرجي منوعة فيها كل يوم، هيدي الانرجي يا فيها تروح على الكوتي بوزيتيف يا فيها تروح على الكوتي نيجاتيف، باخذهم انا مثل كانه في موجات. اوكي، الموجه الواطيه هي النيجاتيف والموجه العاليه هي بوزيتيف. اذا بلشت نهاري بطاقه سلبيه رح كون عم شوف كل العالم اللي موجودين على الموجه السلبيه، وإذا بلشت نهاري أو بلشت أفكاري أو عملت تشانل لأفكاري للقصص الحلوة، ساعتها أنا بصير على موجة مع القصص اللي أنا بدي إياها. وبنفس الوقت بكون عم مثل ما أنت قلتي، نحن عم نحكي اليوم عملية، إذا أنا خايف أول شيء ما رح ساعد الحكماء اللي حوالي، وإذا أنا مبسوط رح خليهم يحسوا إنه ما عندهم هيدي البريشر إنه أنا إنه خايف بلكي صار شيء، عرفتي؟
لانه مش بايدنا. يعني هلا نحن عم نحكي عم فكر اكيد اكيد في كم حدا هلا عم يحضر عم بيقولوا لك ما الاثنين بلا طاقه بلا بلوط اللي بده يصير بيصير عن جد. يعني يعني انا هلا اذا بالبيت عم بحضر حالي وبحضر يقول لكم الاثنين هلا على الهواء شو بقى شو طيب ليكي اعتبري اللي بده يصير يصير اوكي, أوكي. إيه. اذا هيدا اللي بده يصير هو النهايه بكون عم بتضحك بكون عملت تريك لراسي اني اعطي البوزيتيف فايب وبعدين اذا كانت النهايه هون الريلاتيفيتي بتجي. اذا نحن مآمنين النهايه شو هي نهايه لبدايه ولا نهايه مش منيحه اوكي, لكن الفكره هي اللي بده يصير يصير لانه هيدي مشيئه ربنا. الطريق لتصير هيدا الشيء اللي هو شو ما كان يكون هيدا اللي انت عم تحكي عنه هيدا يلي بدي اعيشه بطاقه ايجابيه وايمان و يعني اقشع الامور بطريقه جميله. انا بدي اقول لك الف شكر قليل قولي يلا بس نعيش بطريقه intentional ما نخلي حياتنا تكون لللوك وللكوينسيدنس. هيدا هو السر بالحياه بدنا نعيشها بطريقه عارفين شو عم نعمل مش انه يلا كيف ما تجي. اكيد الف سلامه للوالد ديما يلا ان شاء الله بنطمن عنه بعد الظهر وبتقولي له بتقولي لي كل شيء اوكي وبنرجع بنطمن المشاهدين بكره. شكرا لك ديما. اسطنبول سمايل وذ ديما. فاصل ومنتابع.